رجعنا بمقطع ثاني لأنكم أنتوا طلبتوا إن مورتال كومبات 11 تختيم زيادة للقصة. ونخلصها ليا توك تقولي لا تصور انستغرام عشان هذا وحين تقول توعدهم بأنه نخلصها اليوم. ما حد شاء وي سكيب أليم مرة خاص يعني يمكن الناس ما يتذكرون وش صار هذا يعني عارف وات هابند او اي صار عادل يا حقي صح اكيد عندي لسه قبلها اربع شابترز نشوف ما صار شيء اقدر اقول لك انه صار اي ف جت واحده اسمها شاو كان رجع فجاه اختصار القصه في افضل حالات في واحده تتحكم في الوقت كذا صلعه وش بعد كران اسمها كرانكا صلعه تتحكم بالوقت وقاعده مو عاجبها اللي يسوي كان وشو كان طاقه مع بعض وكان مره خالع واحد مره قوي كوتل كان مو توتل توتل هذا يسمونه افضل اختصار القصه هو 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 لا عنده اسم بس نزيد سيكتور يمكن سمعت انه افلام مورتال كومبات بيسوي يس انا متحمس لها يس ابغى اشوف لو كان يقول على الفيلم اذكر افلام مورتال كومبات القديمه الشيء الرهيب اللي كان الاو اس تي حقت يس يس كذا كان الفيلم لأن اللعبة كانت مرة مشهورة ذاك الوقت في التسعينات لا 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 أوه كينو كبير كينو شايف هي هذا كينو كبير بيقابل كينو الصغير بيشمون بعض بعض الحين يعني صار إيه؟ هو لما تكون صغير أنت أصلاً تكون دوش باك. أعتقد هم الوحيدين اللي تصالحوا مع بعض اللي الكبير مو زعلان أصلاً. إيه إلا ذا الاثنين. يعني لحد الآن. كولك ذا كول هي يسمونها هي سونيا والام دي ام جاك لا هذه مو هذه امها لا الثانيه كاسي اي سونيا ماتت سونيا الكبيره ماتت اي بس في سونيا صغيره في سونيا صغيره وهذا يبي يشبكها الكبير بس مو عارف مو عارف ايش يسوي اوكي السؤال المهم اللي هي اراند راوزي هي الكبيره ولا الصغيره هي الكبيره لا اعتقد هي صغيره بعد ما ادري ما اقدر اسمعها هنا ايه هي مثل الصوت ما احنا ما نقدر نسمع واخذ وضع حقها الوجه لا وجهها لا ما اخذ وجه لا 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 ما اعتقد شبه لا هذه جاكي ايه جاكي وابوها جاكس بريغز جاكي بريغز ايه الله كبير يد الحديد ولا بدون ايه عنده الصغير كلهم اعتقد عندهم يد حديد ايه إيش هذا الصغير الكبير اعتقد انه ميت او انه صار زومبي مستوعب من عنده يعني في شخصيات هو صارت زومبي إيه إيه لو كان كونغ لاو هذا من مورتال كومبات 9 المفروض تعرفها اقول لك من مورتال كومبات 9 اوكي
انت قلت لعب قلت لعب شخصيات بس ما قلت لعب مورتال كومبات. اه اوكي في فرق. اوكي ذيرز ا هيوج نتعب عشان كيف بتطلعت عشان كيف بتطلعت مفروض تشوف مسكة خط الأولى والثانية حقة ألعاب. إيه من جد وش الفيديوهات اللي قاعد تشوفها؟ مضيع وقتك فيش يا الله. وكيف نرد عليه يا جنبي؟ ما ينفع كذا ما له داعي يا أخي. يا الله يا الله يا ساتر. وش ذا؟ على الأقل طلب بيتزا كبيرة بعد. والله خلاص خلاص تمام. لا تقعد تكبر الحين. يا الله الحين تلفزيوني طيع تطلع منه حق الدرينج سلو موشن الوصخ. اي حقت الوقت توقف الوقت الحين ترجع. اي هذه الصلعة كرونيكا تتحكم بالوقت. هي برضو جابوها كمان تتحكم بالرمل ولا واحدة ثانية؟ لا ذاك قارة ذاك قارة اللي تونه رنك ركيا. ايه اسمه إيه اسمه جيرس. ايه إلدر جاد يعني فوق جريد. هي زعلانة من ريدن. ريدن قاعد يستهبل. ايه فعلا ايه لما هي جابت الناس الصغار كلهم صار في واحد كبير واحد صغير الا ريدن. ريدن الكبير اختفى وصار بقى ريدن الصغير. مخه كويس ولا مخه كويس؟ ايه لا مخ كأنه جاي من موتل كامبت 9 على طول. ما شاف العالم. ايه لسه ما 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 جت هموم الدنيا. موت لو كانغ والعالم. اي وكن كانغ لا او بنلعب بجيد. والله هذا كوتل كان ملاحظ دبي انه سويت سكيب انا على كذا. خمس دقائق اوف. هذا ريدن هذا ريدن الصغير. اي هذا كوتل كان اللي انت ما تعرفه عادل. يا اخي وش يعني تعرف شخصيات موتو كامبت اكس وبس موتو كامبت ثاني ما تعرف؟ يس شفت ريالات موتو كامبت اكس. اوكي اوكي سامحناك سامحناك. مين هذه اللي ورا؟ كيتانا. اي هذه عارف الموتو كامبت ولا اي 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 مو للدرجه او تو حتى مو وصخ. الله وين كان في بس سونيا بليت. تصميم حقها يا اخي سووه ما ادري ايش يقول. عشان يعني يجدد وكذا وحركات لانه حتى جيد سمروها بزياده عادي. القصه ما عجبتهم صور يسعد مره واحده. قاعدين يلعبون بالزمن صادق. حصانك اي كنا افاتار عارف يدخل ذيله. والله مفروض اسمه كايت يعلمون يجيبون هذا الاحسن. صح شكلها خارق. حتى اساسن سكريد اوديسي فيها احسن رهيبه. حصان كذا عليه نار الشعر حقه رهيب. زبده متى العب؟ جيت صغيره هي خوية كوتل كان صح؟ ايه لان هي ماتت. ايوه هي اللي مع لو كانغ. ايه لو كانغ كونغ لاو وفي كيتانا اعتقد بعد. شو اسمه؟ النذر ريلم. ايه لا اعتقد هو يكون الارض. لا 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 ايرث ريلم الارض. ايه كوتل كان قال لك كيتانا روحي الكوين شيفا وجيبيها معنا. شيفا تصير ام كيتانا هي اللي شعرها طويل وتصرخ تذكرها. ها هذيك سندر. اه صح صادق شكرا عاد. اي كمان اي من ما اعرف القصه قام يصحح.
بلاستر سورد صار من كلابس. والله سيف حقه رهيب حق كوتوكال. تخيل هذه العناكب حقت وش اسمها هذيك العنكبوتيه هذه جيد الكبيره. اي بس مو هنا المكان هذا حق هذيك العنكبوت اللي انت تكرهها شو اسمها اللي جت في موتور كامبات اكس شو اسمها جيد. بتموت ايه بس ما راح تذبحها انت بتضطرها ويعني تحبسها ولا شيء زي كذا ايه. خذ نسيت كيف العب. اوه اوكي اوكي احتاج اسوي كامبوز. ايش وضعك مع العناكب والحشرات؟ وش تسوي ليش؟ اوه 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 دايم اوكي حركات. اي ابغى اشوف حركات. ما عجبتني لان طلعت حركاتها مره صعبه. هو زعل عنكبوت. انا احب العناكب عادي. ما يحق لا تفوز بالوضع عادي. لا تفوز بالوضع عادي. اوه انا اللي قاعد انلمس. هي صح صادق. اي والله هي حبيبي احس بنفسي انا. والله غريبه ليش ليش ايش ليش كذا الوش. في حركه يعني. ايه سو لها لا 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 اي والله يا فقعت وجهي. ويا ريت سويتها صح يا اخي. هي سوت بلوك سوي لها. لا سويتها بس سوت بلوك هي. لا هي ما تموت كمل قصه. والله سمعت الخبر اللي قبل شوي حق مايكروسوفت وسوني. يس هذه العنكبوت ديفورا الحين تذكرت اسمها. هذا موضوعي معاه. مره الوضع مقرف. ليش مقرف يا اخي؟ رهيبه كانها سبايدر مان بس بنت. سبايدر مان نظيف جدا. اوه تعرف انواع الانفكشنز امراض تحس انها مخيف. شوفوا الماجتس وش صار في كوتل يا اخي. كان هيبه وقاعد يطاق مع شاو كان الحين قاعد يتسطر عشان يخلون جيد رهيبة يعني عشان كذا. عشان يعطونها دور في القصة. بس فلي. 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 إيش رأيك يا واحد خلاص؟ أي حق مايكروسوفت؟ مايكروسوفت بلاي ستيشن. بس بدي تعاون بالخدمات السحابية. يس. وإنه بلاي ستيشن تستخدم خدمة مايكروسوفت أزور عشان تلعبها على فريق الأشياء. خبر اول شيء غريب جدا عارف ما توقعته. بس جدا جدا متحمس عليه. ابغى اشوف الاشياء. شيء طبيعي. شيء طبيعي. مره شيء طبيعي. انت قاعد تستخدم سيرفس اوكي منافسيني. قاعد تدفع على مبلغ. ايه يعني يا اني بستخدم حقه مايكروسوفت ولا بروح امازون ولا بروح يعني شركه ثانيه ممكن تسوي لي نفس البروفايد لنفس. ايه بس ليش كذا مسوين عليها خبر يعني كبير؟ الناس مستغربين انه بلاي ستيشن متعاونة مع تعاون مع زي ما موبايل استخدمت ابراج اس سي هاي صار بس بدفع لها. اوكي شيء مره طبيعي كذا. عمر يخرب اي خرب. اي لا تحمسها مره. هذه مشكلتنا نعطي بعض الاخبار هاي ما له داعي. وكذا بدك عمر يقول لك كيف لا رهيب والخبر حنا نبي نشوف الفيتنج. اوه
اوه مفروض اموت ولا اوكي هنا شاو كان تاكي يبون يروحون عليه بسرعة لأنه ما عندهم جنود كفاية. ايه يس وش الستلث ذا اللي ما حد شافكم ما حد شافكم يعني اوكت نارا توكا نيتراتاش اوكا نار هاتريك هاتريك تراكا نور ركاتا كبك ترى ذا اللي دثراكي يعني لا تعيق بعد اطلع الواحد بلي سبويلر بس تنبق حاجة زي كده صار أول مرة أشوف براكة بنت. لا صح في ميلينا بس ميلينا يعني نص ونص. أي حين بتعضها من جد. ما أدري صقعت شيء وتسوت صوت. لا هذولي مو مسوين شيء اوكي بينزل بعد ما سمع الصوت ايه. مسكين الحصان قال وش الثقيل اللي عليه فقعوا اه وين اخوياها راحوا وي اه يعني اوكي بس يعني ما لها داعي يعني عايش يبي يجيب عيال اوه ايش كيف واو لا يستاهل هناك شوكان وبتروح لشوكان لحالها يعني وش البرنامج ذاك التيمت نينجا وورير وي واو خذ هني كذا شاكار وين شاكار وينك كولكتر رهيب هذا هذا جديد مرة كوتل كار شوف الغرق شخ 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 اوه ما ادري لو اتذكر ما ابغى العب بجيد ابد تشو تشو لا انا عجبني موقف وقاعدين يتفرجون لما عدى رجعوا كملوا السوالف ايه يستنوني يشوفونه يا الله ما ابغى لا بس انا هاي زرف هيلث ما ادري لا زرف شيء لا سوى خانصه لا خذ تعال تعال لا اي سواها كويس لو نشوفها اي كل شوي يطلع شيء اه راسي خلاص خلاص
اخي ما اعرف العب فيها ابد. اعجبتني بليزنج نايترو. اي انا متعمد فنان انا. يا اخي شوف حركاتها مره ورا مثلث مره. هذا اخر فايت فيها. احلى شيء فيها يا الله رهيبه ما لها استراحه ماسكها بيدي يا بثر راح وين رايح؟ اوف سطرهم كلهم قلت كان راح سطر كل احد سريع انت النكبه اكسكيوت ذا موف اوف ول صفوهم وعدموهم. ايه طه اكسك ايه شو دراكاريس 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 اوكي شوف جيد قاعده تقول لا وش قال ليش وش الاعدام انا تقول في اطفال ما تضربوا معنا اوه لا شفناها يا اخي اول يا فيديوهات ذبح حيوانات عنيفة مرة. أوف. عشان تطلع كار البنيشم والفيتر لو. فصار يقول لك إنه بعضهم صار جون كوابيس ويش على جون. يبي أن تصنع نفسي. يبي أن تصنع نفسي. أنا ما تتكسر. قدامك واحد تسوي شيء. لاني نحيف عشان كذا جاء شاوكا ممتاز ممتاز سطرت كوتر كان على وقت ما يجي شاوكا شاوكا ايوه بعدين بس خلاص رحنا عند ريدن لا يا اخي لما صارت القصه حلوه شالون اوه وصار هنا ليش تكسر المكان هذا المكان الاندر اي بس تكسر تقول عاوز اي جت هذيك ماتوا اي باقي ساتريان صح هذه الدر جاد ثانيه اي بس هذه تتحكم اعتقد بالمويه والنار ومدري وشو حركاتها كذا اي مادر نيتشر يعني هي بيسكلي اي قايا بالضبط اه اخوها شناك اللي قطعنا اللي ريد انقطع راسه في البدايه هذا كوان شيل اصلا امها كرونيكا
ما ادري ايش طلعني يعني. اوكي مسكوا كوتل كان و ها لا ليش وش ليش ليش جاء عليك ها وات ليش ليش قاعد ليش ليش غاز وسخ ليش مو يقطعون راسه انت سالتني ليش غاز وسخ الحين لو انت حطيت واحد وقف ولعت عليه قاعد اقول بيه لكن غاز وسخ انت شوي ليش سالتك انا اصلا هذا الصغير ايه مره ها هذه بنته اه جل ذاك كان الكبير انا كنت شاك مع الدقد الكلب وجهه اه توهم ركبوا له الايادي يعني يس شكله يمكن ايه قاعد يقول رجاء اشوف اه الكبير آه لسه عايش اوكي في اكس خلوه زومبي بعدين رجع عادي ارماك هوبا سوى له كذا سحر وفصل يد ما تحتاج يد كيف جاء له اكتئاب الكبير وصار له قاعد في المزرعه بعد زوجته ايه